أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار على حدتهم وكانوا 6000. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. فقال علي رضي الله عنه: إني أخافهم عليك، إني أخافهم عليك. وذلك لعلم علي رضي الله عنه بأنهم قوم سوء وقوم خيانة، لا يشكرون نعمة ولا يفون بعهد ولا يحترمون نفسا مهما كانت. وهذا شأن الخوارج دائما على مر الأزمان. فقال: كلا إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلا إن شاء الله. قال رضي الله عنهما: فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن وترجلت. فلبس لباسا حسنا ودخل عليهم بمظهر حسن. قال العلماء: مراد ابن عباس رضي الله عنهما من هذا أن يبين لهم قلة علمهم وسقم فهمهم، وأنهم يجهلون حتى ما يتعلق باللباس، فضلا عن كبار مسائل الأمة. ولذلك يقول رضي الله عنه: ودخلت عليهم نصف النهار وهم يأكلون. وفي رواية: وهم قائلون في نحر الظهيرة. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ على عادة الخوارج من استحقار غيرهم وإنكارهم بغير علم. فقالوا: فما هذه الحلة؟ استحقارا لابن عباس رضي الله عنهما، وأنه يلبس هذا اللباس الجميل، وينكرون هذا منه. فقال رضي الله عنه: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأوقفهم هنا يا إخوة على جهلهم وعلى قلة علمهم، فهم لا يعرفون حتى هذه المسألة. قالوا: فما جاء بك؟ قال: قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فبين لهم فضل مخالفيهم وأنهم دونهم بكثير في الفضل، وليس مع الخوارج واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا إن الحق معه. لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. وهذا ما وجدناه في المناصحة، فإن كثيرين منهم يأبون النقاش ولا يقبلون الأدلة، كما سأذكر هذا إن شاء الله عز وجل في التجارب مع المناصحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر،
كأن أيديهم وركبهم ثنية تثنى عليهم. فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: ثلاث. ثلاث عندهم هن موبقات مكفرات يستحق بسببها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل. قلت: ما هن؟ قال قائلهم: فأما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ فالمسألة الأولى عندهم أن علي رضي الله عنه حكم بغير ما أنزل الله، لأنه حكم الرجال. قال: قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. الثانية يقولون إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فالذين قاتلهم إما أنهم كفار فيحل سبيهم وغنائمهم، وإما أنهم غير كفار فلا يحل قتالهم ولا سبيهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. وهذه يا إخوة سبحان الله صفة موجودة في الخوارج، وهي التكفير باللوازم. التكفير باللوازم: جلس مع فلان إذن هو يواليه فهو كافر. فإلى اليوم نرى أن الخوارج يكفرون باللوازم التي ترد في أذهانهم. قال: قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا يكفي، ثلاث موبقات. قال: قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا: نعم. فدائما عندما تناقش الخوارج يقول: نحن نقول بالكتاب والسنة، نحن نقول بالكتاب والسنة. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فحكم الرجال في جزاء الصيد وقد يكون يسيرا. وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء حكم فيه. فجاز من حكم الرجال. أنشدكم الله: أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، هذا أفضل.
بلى هذا أفضل. قال: وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآية: فنشدتكم الله أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في فرج امرأة؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. قال: قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ لأنها كانت في ذلك القتال مع الطرف الآخر. تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم، لأن هذا تكذيب للقرآن. وإن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم، لأن هذا تكذيب للقرآن. فأنتم بين ضلالتين، فأتوا بمخرج منهما. فنظر بعضهم إلى بعض وسكتوا، لا مخرج. قال: فقلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. قد سمعتم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: يا علي، اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمح يا علي، يعني أمح كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم 2000 من 6000، وبقي 4000 على هواهم مع قيام الحجة. وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم.